إذا الربوبية وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، المالك المدبر سبحانه وتعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، هذا التوحيد لم ينكره أحد. نعم، حصل بعض الخلل في هذا التوحيد وبعض الإنكار، لكن في الغالب أن كل مخلوق يعلم أنه مخلوق ويقر بوجود الخالق. حتى النمرود، حتى فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.